مشاهدينا متابعينا محبين الكرام في كل مكان، هذه تحياتي محدثكم فارس عوض، أسعد بصحبتكم اليوم في التعليق على نهائي المونديال القطري، نهائي بطولة كأس العالم، والذي يقام هنا على ملعب لوسيل، والذي يبدو في حلة رائعة وأجواء غير عادية تستقبل هذه المباراة التاريخية. الأمال عريضة، الطموحات كبيرة، التوقعات لا سقف لها، الكل الآن يحبس الأنفاس، نحن هنا نطمح لأن تكون تغطيتنا على قدر الحدث الكبير. البرتغال مواجهة الأرجنتين، وصلنا إلى النهائي الكبير مشاهدينا، وصلنا إلى المباراة الكبيرة في كأس العالم، مباراة رونالدو فرصة الهدف، الكرة في المرمى، هدف تاريخي يفتح أهداف نهائي كأس العالم، احتفالات غير عادية بهذا الهدف. نشوف كرة الهدف من جديد، شوف كيف عدى، شوف كيف تجاوز المدافع بشكل مهاري لتصل بعدها كرة خطيرة إلى دون كريستيانو، واللي حولها براسه إلى المرمى. برناردو سيلفا، روبن نيفيز، أوه تعزيز التقدم، يأتي يقتربون أكثر فأكثر في هذا النهائي، يا لها من أجواء، يا لها من إثارة، نهائي من نار حتى الآن، يا لها من أوقات الآن، هذه ليست لحظات عادية. مبروك للفائز، حظ أوفر للوصيف، مشاعر مختلطة على أرضية الملعب. هذا نهائي يأتي مرة في كل 4 سنوات، الفوز يكون بفرحة غير طبيعية. أي إنجاز، é o DJ Budog, não toca aqui da putaria.